بهذا البارت راح نسولف عن المامبس فايروس، هذا هم من يعتبر نوع من انواع البارامكسو فايروس. راح نشوفك هواية تشابهات بينه وبين الميسلز، الفروقات الوحيدة هي بالكلينيكال فيتشر اللي راح نشوفها. مثلا المامبس هو يكون النكاف، ما راح يكون سكن راش، بس نكاف. وتعرفوا من اعراض السيمتومز الاشهر شيء بالنكاف هي الباروتيد جلاند يصير بيها سوال وتكون بينفول مثل ما تشوفوا بهذا الصورة، والثانية هي تصير التهابات بالتستس. فالمامس هو كاركترست باي اباروتيد جلاند سوال، اتسكر برايمرلي بالتشيلد هود. هسه عندنا الامبورتنت بروبرتيز انه الار ان اي مالته نعرفه هو ار ان اي طبعا سالب همين نيجاتيف سنس نيوكليوكاسبيد عنده، وعنده انفلوب نفس التيبيكال بارامكسو فايروس اللي سولفناه بالبارت الاول. الفيريون عنده تو تايب من الانفلوب سبايكس، راح تلقان هو عنده الهيموغلوتينين والنيوروامين دايز والسيل فيوجن او الفيوجن بروتين والهيمولايتيك اكتيفيتي، يعني كلهن بوزيتيف. اذا تذكرون بالبارت الاول سولفنا على هذا الجدول، قلنا اكو سبايكس واكو كلف انواع، عندنا الهيموغلوتينين النيوروامين دايز والفيوجن بروتين. الميسلز كانت ميزته انه عنده بس الهيموغلوتينين والفيوجن بروتين، ما عنده الامين نيوروامين دايز، بينما المامبس راح تلقاهم كلهم بوزيتيف. وحتى تتذكر كلمة مامس يعني مام، يعني شلون اقول لك امهم كلهم، فهو عنده كل انواع السبايكس. فالباثوجينيسيس مالته راح يكون كلش هواي بسوالف. طبعا هو سنجل سيروتايب مثل ميسلز، هم ماله انواع اخرى يعني، بس هو مامس وها هي. الانتي بودي اللي راح يتصل بالهيموجلوتينين نفس اللي كان، فهنا راح تلقى بالانفكشن مالته راح يكون اكورايز بالانتي بودي اللي يتصل بالهيموجلوتينين. اكو شيء نسميه بالانترنال نيوكليوكاسبيد بروتين، الميزه مالته انه نسميه بالاس بروتين او السوليبل. هسه راح نشوف شنو هذا. فبس التوضيح، هذا هو شكل الفيروس. الفيروس من يتكون انه من برا راح تشوف لك هذا الانفلوب، عفوا هذا الانفلوب، واللون اخضر هو الكابسيد، واللي داخل تلقى الار ان اي صاير هنا موجود. السبايكس هو مثل ما شفتوها بصور قبل انه هو هيج مثل مسامير الطالعة لي برا، هذا هو السبايكس. احنا نعرف هذين الثلاث انواع اللي سولفنا عليهم كلهم هم يعتبرون external spikes، هيموغلوتينين او نيوروماندايز او البروتين فيوجن. اكو واحد يكون internal يعني للداخل، هذا الانترنال يسموه بالاس، هذا موجود بالمامس. الاس لكلمة soluble يعني الى قابلية الذوبان لانه هو صاير للداخل. هذا له فائدة انه بالدايجنوسيس تقدر تلقطه، يعني اذا لقطت انه اكو هذا الاس، طبعا هو العلم انتيجين هذا، اذا لقيت الاس انتيجين او الفيرال انتيجين لهذا الفيروس كلش تمام، راح تعتبر تثبط على او العفو يعني راح تقول انه الدايجنوسيس مصاب بمامبس. فهنا ايش يقول لك؟ يقول لك انه الانترنال نيوكليوكاسبيد بروتين از ذا اس سوليبل انتيجين، هذا له فائدة انه يسوي لك ديتكشن بالدايجنوسيس. شلون؟ اكو شيء يسموه كومبلمنت فيكسيشن تيست، هذا في التيست يستخدموه حتى يلقطون الاس سوليبل انتيجين. نكمل بعد شنو اللي هنا على الملاحظات ذني. الملاحظة اللي وراها انه هو هيومن ار ذا ناتشرال هوست، وال يعني دائما لا اكو سكند هوست اله ولا اكو ريسيرفوار ولا انترميديت. السمرة مالت الريبليكيشن هو نفس الميسلز فما يحتاج يعيدها. هسه عندنا الترانسميشن والابيديميولوجي، ومو كلش له اهمية قوية بس اكو نقاط اساسية، انه هو ينقل عن طريق الريسبيراتوري دروبلت نفس الذاكة، وهم دا يطب بريسبيراتوري ستيج انه فايريميك ستيج، وثالث ستيج هناية مو السكن ستيج راح يطب للباروتيد جلاند. اوكي فهنا فرق، هو مو بس دائما بالباروتيد جلاند، يقدر يوصل للتستيس ويقدر يوصل ايضا للاوفري. فهسه خلينا نقول انه من رقم واحد طبعا طريق الريسبيراتوري دروبلت سوى ريبليكيشن. المامز يقول لك از اكر ان ذا وورلد وايد، ها نعرفها، اند انسيدنت ان ذا وينتر، اكثر شيء بالشتاء، يعني اكو مناطق انه بين سنه وسنه تختلف على حسب كل شتاء انه قاعد تصير لهم الاصابات. اوكي اغلب الاصابات تعتبر هي كلينيكال وسب كلينيكال. الكلينيكال يعني تبدي تطلع اعراض النكاف، 70% من الاطفال اللي تصير بيهم تطلع لهم اعراض، 30% من عندهم يصيرون سب كلينيكال. سب كلينيكال يعني جو الكلينيكال، يعني خلينا نقول انه الاعراض اقل
يعني هيك فينقول ان ابيرنت مو واضحه كلش which is confers the confers immunity يعني احتمال ان هي الاميونيتي هي اللي دافعت عن هذا الجسم مال هذا تشايلد وحمته. هاي معلومات على السنين ما يحتاج ندخل بتفاصيلها بس اريد اذكرك انه الفاكسين هيك بس على السريع هنا المذكور الفاكسين يسمي ام ام ار لكلمه ميسلز ومامبس وروبيلا. روبيلا هي الحصبه الالمانيه. هسه وصلنا للباثوجينيسيس الباثوجينيسيس والاميونيتي. هسه هاي قصتها بس نبقي هذا. اول شيء راح يطبع عن طريق الريسبيرتوري تراكت فها ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن وراها راح يسوي سبريد الى البلاد هذا طب الفايروميك ستيج وراها راح يوصل الى الباروتيد ستيج للتستيس او للاوفريز واي مكان راح يسوي بيه انفكشن. ايضا البنكرياس ممكن والمننجيز. لاحظ انه حتى تحفظ انه شكو اورجان بي داكت تلقاه انه هو ينصاب يعني مثلا الباروتيد جلاند يعني اكيد هي بيها ابيها باروتيد داكت. التستيس اكو داكت تنقل يعني السبيرم. الاوفري هم بي والبنكرياتيك داكت شكو مكان بي داكت تلقاه بهذا المرض. وايضا بالمننجيز هاي والله ما بيها داكت بس خليها ببالك انه بالمحاضرة الميسلز للتذكير انه واحدة من الكومبليكيشن الكلش متطورة يسوي انكيفالايتس اللي هو التهاب الدماغ. هنا ما راح يصير انكيفالايتس راح يصير مننجايتس شوي اللي برا من عنده من الدماغ. alternatively الفيروس اسينت هاي بعض اول ما يبلش هو اول شيء راح يصيب قلنا ريسبيرتوري هاي رقم واحد. رقم اثنين بالبلود انه بيوصل للباروتيد جلاند. هو مو قبل يوصل للباروتيد لا اول شيء يوصل للبوكل كب بوكل ميوكوزا انه بيصعد شوي شوي الى ان يوصل للستنسنج داكت. الستنسنج داكت هي نفس الباروتيد داكت نفس الاسم وبعدين هاي تعبر منه الى الباروتيد جلاند. تمام هاي واضح الباثوجينيسيس. هسه عندنا اللايف اميونيتي نفس القبلة بالميسلز يعتبر الإصابة مرات أغلب الأحيان تلقاها يا أما يونيلاترال أو يا أما بايلاترال بس ماكو انتشار. يعني شلون أقول لك راح أوضح لك يا أنه مثلا خلينا نقول أنه هذا الوجه نايا أكل باروتيد جلاند اليمنى واليسرى هذا اليمنى وهذا اليسرى. أفرض أنه صارت أصابة باليسرى ما راح ينتشر إلى اليمنى ما تصير هاي السالفة. بينما أفرض أنه إجا الانفكشن وراح بالاتجاهين العفو صار خطأ. افرض انه هذا الباراتيت جلاند خلينا نقول اوكي اذا اجى الانفكشن صاب هاي وسوى اصابه الهاي ها صار بايلاترال بس البايلاترال مو انتشار اليمنى لليسرى لا هو الفيروس اختار يروح لهم الاثنيناتهم. زين اذا اجى نعيدها على السريع اذا اجى وسوى اصابه بس اليسرى هنا اجى ضرب بس اليسرى اليسرى ما تنشره لليمنى ما يصير هيجي هو يونيلاترال يبقى. ها بس للتذكير يعني معلومات مفيدة صراحة شوي ناخذها. Further is a popular of misconception أكو شوية خطأ that إنه unilateral mumps can be followed by a mump on the other side. يعني أكو توقع إنه أكو بيوم يقول لك إذا صاب اليسرى راح ينتشر لليمنى هو هذا ما يصير ما راح تصير بس بالحكي بالمزم راح تلقون مرات يقول لك bilateral يصير. البايلاترال هنا مرات مو لان انتشرت اليمنى لليسرى او اليسرى لليمنى لا انه هو يجي الفيروس مباشره ضربهن الاثنين بس حتى لا تدوخون من هسه اخذها على انه اذا صار يونيلاترال لا تتوقع انه ينتشر للاذر سايد بس هاي شيء اوكي هذا يعتبر اعتقاد خاطئ مسكونسبشن. المامسي يعتبر اكر وانس اونلي يعني هي تصير مره واحده بالحياه وبعد يتعود الجسم او ينطي مناعه ضدها وبعد ما تصير مره ثانيه. subsequent cases راح يسوي parotid gland inflammation نسميه بالparotitis and it's caused by other virus. اكو other virus يعني تقدر تسوي هم الparotitis مثلا البارا انفلونزا فيروس اللي من ضمن هذه العائله البكتيريا اكو هاي من البكتيريات والدكت ستون. الدكت ستون يعني يسد الparotid duct او stenosis duct فمن السدها راح السلايفة تبقى بالباروتيد جلاند وست النفخ ويصبر بيها سوالوينج انه بعدين تلتهب. الحكاية نفسها اللي ذكرناها بالماتيرنال انتي بودي انه اكو بروتكشن اصلا موجودة للفيرست 6 مانث لان قلنا بالكيرف انه راح يبدي شوي شوي ينزل هاي بعد الولادة فالى ان يوصل الى مرحلة تقريبا 6 شهور المناعة مالت الام مالت الانتي بودي مالتها راح تخلص
يبدي لازم الطفل يعتمد نفسه على نفسه. بهاي المرحلة لأن صفر مات الأم وبقى بس مال الطفل، المناعة مو قوية، فاحتمال الانفكشن كلش عالي، فراح يصير الإصابة بالمامز، الميسلز، other infection من البكتيريا وغيرها. بس نجي على الكلينيكال فايندينج. هاي من هاي الكلينيكال فايندينج تبلش نفس اللي المخطط هذا اللي استخدمناه بالميسلز، هم هنا راح نستخدمه بالمامز. عندنا هنا يبلش الانفكشن، يمشي فترة، هاي كلها عبارة عن شنو، incubation period او IP نختصرها، يعني فترة الحضانة 18-21 يوم. بالنسبة للميسلز كانت 10-14. نمشي هنا راح يبلش انفكشن من هذا القوي. الانفكشن راح تمثل بشنو، باراسيت جلاند بين، هذا اشهر شيء يعني اقوى شيء. اكو طبعا فيفر، انوركسيا، ميليج، يعني عادي موجودة. هسه عندنا احنا الانكيوبيشن بيريود هي 18-21 يوم، وراح الطب بمرحلة نسميه برودرومال ستيج، يعني ما قبل الكارثة. ما قبل الكارثة شغلات بسيطة اللي هي فيفر، ميليج، انوركسيا، وراها راح الطب بمرحلة اللي هي الكارثة الدرومال اللي هي تين تو تندر سوالينج اوف ذا باراسيت جلاند. بس نوضح المعاني، تندر يعني من الطخة تبدي توجعك، سوالينج من منفوخة، فمن الطخة تبدي توجع الباراتيت جلاند. هذا اللي تعرفوها الفيفر. ملايج او ملايز هي يصير آلام، يعني يحسب نفسه دايخ او مو بس دايخ، يعني اكو ضوجة بالموضوع. انوركسيا لوز اوف ذا ابيتايت، قلنا هي تعتبر ايثر يا اما يونيلاترال او بايلاترال. هسه هنا تتوضح، اذا كان هو يونيلاترال فما ينتشر الى الباراتيت الثاني، مو مثل امراض اللانج. اغلب امراض اللانج اذا صارت باليمنى تنتشر لليسرى، هنا لا، اذا صارت باليمنى ما تنتشر لليسرى. بينما اذا اجى الفيروس مباشره انضرب اليمنى واليسرى، لا هنا صار بايلاترال، لانه يعني من الاصل هو بايلاترال. There is a characteristic من انجريز للباراتيت بين، لان قلنا هي تكون تندر. درينكينج شنو اللي يزيد او اللي يهيج هذه الباراتيت جلاند، درينكينج اوف سيتروس جوز، يعني اكو مشروبات شويه حامضه او مشروبات تحفز الباراتيت جلاند على ان تفرز هوايه. اوكي، والديزيز از تيبيكلي يعتبر هو بناين، يعني لا ما راح يظل، ما راح تظل منفوخه هذه الباراتيت جلاند، ورا فتره راح ترجع ورا ما يعني يروح الفيروس وهاي. فهي ممكن انه هي ريسولف سبونتانسلي، يعني مرات ما يحتاج علاج، هي من وحده تروح، بس يطوم مخفف الام او شيء عادي. الحكي هاي within one week راح تبدي تختفي، فتقدر تقول ان تقريبا هنا 7 أيام وراح تخلص. تمام، احتمال انه انت ما راح تتعالج، فش تسوي لك تطببك بالcomplication. هسه راح نجي على الcomplication. الcomplication هي اثنين، الcomplication اللي عندنا اوركايتس. فالاوركايتس هو التهاب بالتستيس، اشوف هاي التستيس راح تلتهب. وثاني واحد هو المننجيز، هذا او المننجايتس سوري. فهذن هن الاثنين اللي عندك اقوى شيء. هسه نجي على الاوركايتس، هنايا الالتهاب مال التستيس. اكو نوع من الالتهابات اذا كان بالتشايلد او اذا كان بالبيوبرتي او بوست بيوبرتي، يعني خلينا نقول واحد عمره 20. اذا واحد صار من هو صغير، يعني تقريبا خلينا نقول 4 سنوات، اكو بهم حتى كانوا ينصابون وعمرهم 12 او 13 سنه يعني بالمدرسه، ذولا ما راح تروح الفيرتاليتي، يعني ما راح يصير عنده عقم اذا عمره بالعشر سنين او 12 سنه او 13. بينما اللي عمره فوق العشرينات لا يصير عنده عقم. عود ليش؟ خل اوضح لك انا على الرسم. اكو شيء نسميه تونيكا البوجينيا، هاي التونيكا البوجينيا كلش قويه. اذا هي مو كلش قويه زين، هنا راح تنفخ التستيس، وهاي كلش قويه ما تسمح لها انه تتمدد، فشو كانه راح تطق التستس، راح تطق قد ما النفخه. وهاي التونيكا البوجينيا ما تنطي مجال، تظل هي مشدوده لان هو الغشاء مالته كلش مشدود كلش قوي. هذا الحكي اذا كان اعمارهم بالعشرينات 30ات، فقبل راح يصير عنده عقم. بالنسبه للاعمارهم 10-12 سنة 13، لا هذول ما عندهم، لان التونيكا البوجينيا خلينا نقول مو قويه كلش بحيث تخليها تطق او تنفجر عبالك تحسها، بحيث يصير لوز بالفيرتاليتي، يعني يصير عندهم عقم. فبس هاي توضيح، خلينا نجي هنا. فبوست بيوبرتال، بوست بيوبرتال ميل يعني ما بعد البيوبرتي 18-20 هيجي. اذا صار بايلاترال فستيراليتي تروح، ما يقدر بعد يصير عنده عقم. اوكي،
هاي الحكي اذا كان بايلاترال، لان طبعا اذا عطلت وحده مو مشكله اكو الثانيه تقدر تشتغل. بوست بيوبرتي ميل هاف ا فايبروس تونيكا البوجينيا، هي هاي اللي ذكرناها هنا، which resist للإكسبانشن، تمنع هذا التوسع، and causing pressure، يعني حيصير ضغط داخلي كلش قوي لما دا يخليها يتوسع. شايفين من يزداد المي مالت الدماغ أو نسميه CSF، إذا زاد كلش هواية خمات جمجمة تتوسع، الأكلام تتوسع، هي عظم راح عبالك تحسها راح يطق. أوكي، هذا راح يسوي نكروسز بسبب هذا البرشر العالي. الحكي وين؟ للسبرماتوسايت، فالسبرماتوسايت تموت فيصير لوز بالاستيرالتي. بالنسبة لليوني لاترال أوركايتس، هذا also يعتبر quite painful، كلش أكو بي ألم للتستيس، and does not lead to sterility، تعرف ليش؟ لأن ما أكو ثاني تقدر تشتغل. نجي هسه على المننجايتس. المننجايتس هي يعتبر أيضا benign و self limited، من وحده هو يروح without any sequel، يعني ماكو complication كلش عالية. زين من هم اللي يسوون مننجايتس؟ بشكل عام المامبس والكواساكي والإيكوفيروس، هذول هم أكثر شيء يقولك the most، هذول أكثر كلاثة most frequently يسوون مننجايتس. The widespread use of the vaccine بالUnited States، بأمريكا لأن يستخدمون هواية فاكسين، فممنع منعوا النكاف وما يقدر يتطور إلى مننجايتس، فقلت احتمالية المننجايتس بهذا المرض مات المامب. هسه عندنا laboratory finding diagnosis، تذكرون الاس بروتين او الاس انتيجين؟ هنا راح تبدي شغله. احنا بالنسبه لنا بالدياجنوسيس احنا نستخدم السيل كلتشر، هاي ايش ما بيها حكي هوايه. السيل كلتشر يعني نجيب الفيروس تحطه بخلايا اوكي على سلايد ويبدي ينمو، يبدي يصيب هذا الني السيلز، وهاي شفنا الاصابه. زين الشغله من نجيب سبيسمن او من نجيب العينه؟ نجيبها من السلايفه، شوف شكو مكان ضربه ناخذ من عنده، مثلا السلايفه. سباينال فلويد تعرف بالمننجايتس يعني بالسي اس اف تقدر تسحب من عنده، او باليورين لان ضرب الاوركايتس نسوي التهاب بالخصيه، تقدر تاخذ من اليورين وتشوف العينه مالته. زين الانتي بودي، بالنسبه للانتي بودي راح يزداد بقوه 4 مرات، نفس الحكي اللي قبله، على منو؟ على الهيموجلوتينين انهيبيترز. يعني شنو؟ يعني هذا الفيروس بما انه عنده سبايكس نسميه هيموجلوتينين سبايكس، الانتي بودي يجي يشكل عليه عدل. زين انا شو اسوي؟ اروح احسب كميه هذا الانتي بودي، اذا لقيته مفول ها هي راح اقول هذا انفكشن، لو ميسلز او يا اما مامبس. اوكي، لان الاثنيناتهم مشابهات من حيث هذا الشيء. بعد شنو اللي يفرق لي؟ لان الاثنيناتهم عندهم هيموجلوتينين، شلون؟ عن طريق الكلينيكال فايندينج، سكين راش ميسلز، باروتيد جلاند انفلاميشن راح اقول عليه مامبس. هسه عندنا شيء نسميه سي اف تيست، هو نسميه بالكومبلمنت فيكسيشن، قبل شويه سولفنا عليه انه يلقط الاس اب انتيجين. اوكي، مختصر للكومبلمنت فيكسيشن، هذا هنا يشيل شيء، يوجد الاس انتيجين او الفيرال انتيجين او الفي انتيجين، يعني هو اكيد الفيروس اكيد عنده انتيجين، فهم تقدر تلقطه. اوكي، بيكوز الانتي بودي يتصل بالاس انتيجين، اكو انتي بودي يعني يتصل بالانتيجين، انا راح القاه. المشكلة هنا شنو؟ انه الانتيبودي اللي يتصل بالاس انتيجين عمره قصير، ويتصل فقط بالمراحل المبكرة، عمره قصير شورت لايف، ويتصل بالمراحل المبكرة. اذا وين يفيدني؟ يفيدني بمرحلة الانكوبيشن بيريود، ويفيدني بالايرلي ستيج، يعني هستوى انصاب هذا المريض اذا القى للانتيبودي افضل شيء القي الاس. اوكي، فبالانديكيت ذا كرنت انفكشن، يعني سوى صاير بيه المرض. اوكي، او مو بس استوى صاير العفو، يعني حتى على طول المرض، هم على طول المرض. بالنسبه للفي انتي بودي، الانتي بودي اللي يتصل بالفي انتيجين لقوا انه عمره طويل ومو بالايرلي، لا بمراحل بعيده. يعني شلون اقول لك؟ واحد مصاب وراحت من عنده الاصابه والفيروس صفر والحكي وراه فد 3 سنين، اجيت سويت فحص ولقيت الانتي بودي مالت الفي انتيجين لقيته زايد، يعني شنو معناته؟ يعني او خلينا نقول مو زايد، القى يعني موجود. اذا هذا انه عنده باست، يعني عنده اصابه سابقه. فخاف انا شويه خربط لكم بيها، اعيدها على السريع. انه عندك الاس انتيجين، عندك نوعين من الانتي بودي يلزمون، واحد يتصل بالاس انتيجين وواحد يتصل بالفي انتيجين. في انتيجين هو فايرال انتيجين، الفرق اللي بيناتهم انه الاس انتيجين هذا يكون بالارلي ستيج ويعتبر شورت لايف،
يعني شنو؟ يعني بالكرنت انفكشن، يعني بالاصابه الحاليه، يعني هسه هو مصاب يعني طالع اعراض النكاف كلها، صار عنده اوركايتس، اقدر القط الاس انتيجين. بالنسبه للفي انتيجين هذا ما نستخدمه كلش، يعني نلقى الانتي بودي للفي انتيجين تستخدمه بس بالباست، يعني الا اذا هو مصاب سابقا اقدر القاه. عد ليش اسوي هيك؟ مضاوع، هو النكاف يصير مره واحده بالحياه وبعد ما يصير، فانا اريد اعرف هل هو مصاب قبل على مد، يعني شلون على مد يجوز اتوقع انه احتمال هذا ينصاب مستقبلا. اذا عرفت انه هو مصاب قبل اقول ها هي عوفه ما راح ينصاب بعد. عندنا شيء ثاني نسميه بالمامب سكين تيست، ولو هذا ما يستخدموه، انه يجيبون فيروس ويحطوه على السكين ويشوف اذا صار هايبر سنسيتيفيتي عالي راح يصير ديلي بيها، فاقول ايه هذا مصاب. واكثر شيء هذا للديتكت للبريفيوس انفكشن، لان هذا ديتكت للفي انتيجين هم، يعني هو كانه للفي انتيجين فمو كلش مساعد. فافضل شيء انا استخدم سيرولوجيكال تيست مثلا الايزا بي سي ار وغيرها هذني، هذا افضل حتى من كل شيء. المامب سكين تيست يعتبر وايدلي يوزد ان ديترماين اذا كانت هذني السيل ميديتد اميونيتي دي يشتغل لو لا، يعني هو صح هو موجود، يعني هو علاش موجود اذا ما نستخدمه، بس على مود نشوف السيل ميديتد اميونيتي دي يشتغل لو لا. اوكي هسه الورا عندنا التريتمنت، ماكو دراج اسمه انتي فايرال يعني بالنسبه للمامز، فذر از نو انتي فايرال ثيرابي، فاحنا شو نسوي؟ نستخدم فاكسين. فالبريفنشن اللي هو منع الاصابه راح نستخدم الفاكسين. الفاكسين عندك نوع اللي نسميه لايف اتينويتد فاكسين، يعني هو عايش بس انا مسوي اتينويشن يعني مثبطه، هذا يعتبر لونج لاستنج يطول لك في العشر سنين. اوكي الكوز مات الفيو سايد افكت، السايد افكت مالته خفيفه، ذير از تو اميونايزيشن ار ريكومندد، يعني انت لازم شو وقت تنطي؟ هم تنطي بالشهر رقم 15 نفس الميسلز ولا تنطي قبلها، ليش؟ لان الماتيرنال انتي بودي كسره بعد بهاي الفتره، هاي الجرعه الاولى، العفو احنا بدنا نحكي على الجرعات، اكو جرعتين، الجرعه الاولى بهذا الوقت، الجرعه الثانيه تنطيها ورا 4 الى 6 سنين، من صار عمره 4 الى 6 سنين انطي هنا الجرعه الثانيه، حتى هي شنو؟ هي بوستر بس معززه. يوجوالي ان كومبينيشن وذ ام ميسلز روبيلا فاكسين، هم سمينا ام ام ار ميسلز مامز اند روبيلا، بيكوز ذا فاكسين يعتبر هو ليف، فما يصير تعطي للاميونو كومبرومايز والبريجننت وومن. احنا قلنا انه هذه الحكايه دائما تنذكر ويا اغلب الفاكسينات اللي تكون ليف، لان هذا ليف يعني احتمال انه يسوي لك اصابه للمريض، خاصه اذا كان هو عنده ايدز مثلا اميونو كومبرومايز بيشنت، هم بالبريجننت وومن هم نكون خطوره عاليه، احتمال ينقل للطفل ويسوي لك كونجنيتال انوماليز تشوهات خلقيه. بعد طريقه ثانيه للبريفنشن انه تنطي انتي بودي جاهز، لكن هذا not useful للprevention أو mitigation of the orchitis، يعني إذا صارت التهاب بالتستس بعد ماكو أي حل تنطي لا antibody ولا شيء، هذا بس تستخدمه شلون أقول لك للأعراض ما قبل الorchitis، إذا صارت بعد ماكو فائدة. هذا الحكي مال الملزمة يعني عادي مات سنين وهيجي، بس أهم شيء هذا بالأصفر MMR. هسا عندك warning immunity، يعني إذا ضعف الimmunity فsecond dose طبعا أساسية and after the second dose، يعني شلون اقول لك؟ اذا واحد انطيته second dose اللي هي البوستر المعززه، فالمفروض الاميون سيستم مالته هسه مفول، بس هو احتمال يضعف. زين اذا ضعف عد ليش ضعف؟ لان يعني يقول لك احتمال اكو تغيير بالانتيجين فاريشن، يعني الفيروس يبدي يطور من نفسه، فالجينوتايب راح يبدي يغيره، فالديفرنت اكو جينوتايب للمامز، هو صح نوع واحد بس الجينوتايب مالته يختلف من شخص من فيروس الى فيروس. فالجينوتايب راح يبدي يتغير، والاوتوبريك يعني الاصابه العامه للجسم راح تختلف، وسجلت ذا اكسبلينيشن، يعني شافوا الاعراض تبدي شويه تختلف، اكو شيء جديد بالموضوع، فاكو اصابه جديده وكانه هيك.